تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل شوربة البطاطس بالكريمة، والاتنين معانا مخرجنا الجميل والتفاصيل على الشاشة. ازاي نعمل شوربة البطاطس بالكريمة؟ معانا بطاطس متقطعة مكعبات، حلو قوي، ومعانا كريمة لباني، ومعانا من الروزماري والزعتر زي الفل طازة. طبعا الشتاء بيحب الشوربة، حلو الكلام. ومعانا حلة على النار فيها البوكيه جاردي بتاعنا اللي هو الجزر والكرفس والبصل، ودي دايما متواجدة مع الشيف، دي صديقتي. والنظافة زي ما قلت لحضراتكم أول باول، أنا لا أمل ولا أكل من النظافة، خلي بالك هي الوحيدة اللي بتدي طاقة إيجابية. نظبط النار بتاعتنا، اللهم صل على النبي. تمام، لما تيجي تعملي شوربة بقى في طريقتين. الطريقة الأولى يقولك نربط الشوربة بدقيق، يعني يا شيف يعني نجيب معلقتين دقيق وندوبهم في ميه ونربط الشوربه. انا ضد الفكره دي، وجود الدقيق في الشوربه مش كل الشرب يعني بيدي، يعني الواحد لما بيجي يشرب شوربه بتلكمه، يعني ما بتخلوش يشرب شوربه كتير زي شوربه العدس مثلا، خلي قوامها طبيعي، تحط لها بصلايه وتومه وممكن تحط شويه جزر في شوربه العدس بيبقى لها القوام الطبيعي، انما احط دقيق على شوربه العدس كده خدت سكه تانية. نفس الموضوع مع شوربه البطاطس، ما ينفعش احط دقيق ولا نشا، هي اصلا غنيه بالنشويات بتاعتها ومن نعم ربنا علينا، نشويات البطاطس مفيده جدا، بتمتص السموم اللي موجوده في الجسم والكربوهيدرات بتاعتها مفيده. فانا ما انصحش استخدام الدقيق في ربط الشوربه. طب عايز اربط شوربه زي شوربه السي فود بمعلقه نشا تبقى لطيفه وجميله، والنشا طبعا دي الذره المطحون الناعم بكتير افضل من الدقيق في عمليه الشوربه. تعالوا نعمل طبق الشوربه ده واحنا واقفين مع بعض كده سريعا. بصل، ثوم، طاسه شديده الحراره على النار، استخدمنا معلقه زيت زيتون صغيره، بنحط مع معلقه الزيت دي يا عم الشيف ممكن مكعب زبده او معلقه سمنه صغيره كده زي الفل، ونحمر البصلية بتاعتنا، وبلاش نحمرها جامد علشان لو خدت لون هتبوظ لك لون الشوربة، خلي بالك مهم جدا. في أنواع من الشرب لو أنت حمرت البصلية فيها بتبوظ لك طعم الشوربة، غير شوربة البصل يفضل تحمير البصلة كأنك بتعملي صيادية، شفتوا بقى العكس. حمر البصلية كده شوية، في حالة التحمير بننزل بفص ثوم حلو على النار، حلو. معانا البطاطس متقشره وجاهزه، على البصلايه ما تاخد تحميره حلوه، لان البصلايه لو خدت لون، لون الكريمه هيتغير ولون الشوربه هيتغير، سواء في شوربه بطاطس سواء في شوربه سي فود، الحاجات دي مطلوبه. عند البطاطس لما قشرتها قطعتها وحطيتها في ميه عشان ما يتغيرش لونها. الله، شوربة البطاطس بالكريمة أنا بعشقها. خاصة الكريمة اللباني لما بتنزل على البطاطس المضروبة أو المهروسة تدي لها طعم. زي الفل. تمام. عينية. حاضر. آدي شوربة البطاطس. تقلب كده. شفت الجو ده كده؟ وأسيب البطاطس تتدلح كده مع البصلاية والتومة. الروزماري من الحاجات اللطيفة بحطه زي ما هو كده. والزعتر احطه زي ما هو، ليه يا عم الشيف؟ عشان بعد ما تاخد الطعم انا بشيله من الشوربه. عشان لون الكريمه اهو، شفت ازاي؟ ولا المطبخ انك بتتصرف ازاي؟ هتنا اقلب طبعا مع البطاطس والروزماري والزعتر اهو كده بالشكل ده كده، اعرفهم على بعض. عندنا الشوربه بتاعتي مش محتاجه اي حاجه خالص، بص على الشوربه كده مخرجنا الجميل اهو، فيها طعم الروزماري، فيها طعم الزعتر، فيها تركايه بقى الاخيره عيني. تركايه اللي هي الزبده، كريمه اللباني عيني، ادي الكريمه اللباني. الحلاوه دي يا عم، كريمه اللباني تنزل على الشوربه وهي بتغلي، بتعملي شوربه سي فود تنزل الكريمه اللباني على الشوربه وهي بتغلي، بتعملي اي شوربه طماطم تنزل الكريمه اللباني على الشوربه وهي بتغلي. ايه البياض الناصع ده؟ خلص الشوربه. فيها مكان للبصله، مكان تحمير البصله؟ لا. فيها اي لون غير من لون الكريمه؟ لا. ادي الطبق الحلو اللي على شكل تفاحه ده كده، ونغرف الشوربه بتاعتنا الجميله. عايزين تحطوا جبنه حط جبنه زي ما انت عايزه. ده اختياري برضه، اضافه الجبنه لانواع الشرب اختياري.
ناخد الشوربه دي كده نغرف. عايز انت بتحب الحاجات اللي هي بتنزل كده على طول، ايه رايك مخرجنا الجميل؟ قول لي. على ذوقك، على ذوقك. هو ده. شايف الشوربه نازله بتتكلم مصري؟ ايه الحلاوه دي؟ دي شوربه البطاطس بالكريمه. عايزه تحط لها جبنه؟ اهلا وسهلا. خلص الكلام، الشوربه كده خلصت. ممكن ومش ممكن، اختياري. شويه بقدونس على الوش، اهلا وسهلا. عشان الصوره الحلوه، اهلا وسهلا. مش عايزه برضو، دي بتاعتك انت. نشوف اللازانيا اخبارها ايه. اللهم صل على النبي. لا اللازانيا دي تستاهل تخش بالكريم جوه الفرن للامانه يعني بصراحه. بص عليها كده ودلعها قبل ما اطلعها بقى، لان الصوره في الفرن غير. اللهم صل على النبي. اللازانيا هنا مكانها. ها اهو انا قربت منها. We'll be right back.